مرحبا اصدقائي اهلا وسهلا بكم اليوم راح نسوي وياكم القص او الشاورما العراقيه او الشاورما اللحم بطريقه كلش بسيطه وسهله وما بيها هواي خطوات للتخفيف يعني عنكم او حتى تكون سريعه طبعاً عندي هنا تقريباً كيلو ونص من لحم الغنم المدهن يعني تشوفون اش قد بيه شحم لأن هو الشحم اللي ينطي النكهة واللذة وخاصةً لما ينشوي بالفرن راح يعني ينطي فالطعم كلش طيب للشاورما آه طبعا اذا تحبون تسووها بلحم العجل ايضا ممكن آه بس آه يفضل ان تحطولها شحم او الية حتى تنطي طعم آه كلش آه طيب ولذيذ طبعا هنا مثل ما تشوفون انا مقطعتها بهذا الشكل شرائح أه وراح اضيف لها أه تقريبا بصلتين كبار أه ايضا مقطعات أه شرائح بهذا الشكل تكون الشرائح مثل ما تشوفون جدا رقيقه حتى أه حتى ذوب اثناء الشوي وبعدين لما, لما تقدموها ما تبين كلش هوايه كان يعني تنهري اثناء النقع والشوي آه آه هذا شكلها مثل ما قلنا آه طبعا راح نضيف لها آه اكيد آه آه هنا ليمون حامض حتى آه يعني يهري اللحم اكثر لان الليمون يقوم يسوي اللحم كلش طري ويستوي و بسرعة ويكون ترف اثناء الاكل خاصة إذا استحملت لحم العجل أو لحم البقر يكون بعد أقسم اللحم الغنم، فضروري تحطولها عصير ليمونة وهنا أيضا ملح أكيد حسب الرغبة درجة الملح اللي تردوها وراح أضيف لها بهارات إحنا هنا نشتريها من محلات العربية اسمها بهارات شاورما اللحم. آه ممكن انتو عندكم آه تقولوا للعطار بهارات القاس او بهارات الشاورما تكون مخلوطه وجاهزه وبدون تعقيد ومو عشرين بهار تدورين عليه وما تلقي عندك مخلوطه وجاهزه وبس تحطين من عندها طبعا هنا كيلو ونص حطيت له ملعقتين طعام آه بهذا الشكل آه راح اخلطها كلها واكملها وراح اغلفها بالنايلون واقل اقل شيء لازم تظل ساعتين حتى تنقع بالخلطه هاي وتتشرب البهار تتشرب نكهه البهار الليمون الملح حتى تنطي طعم الذ واطيب طبعا هنا بعد ما نقعناها لمدة ساعتين ممكن تنقعوها من الليل لثاني يوم اذا حابين ممكن او اقل شي مثل ما قلنا ساعتين راح نطلعها ونحطها بالصينية اللي راح ندخلها بها للفرن هنا مثل ما تشوفون تشبعت بالخليط تشبعت بالنكهة تشبعت بالطعم حتى تنطيني طعم كلش طيب ولذيذ هسا راح افرغها بالصينية وايضا طبعا بالتاكيد لازم اوزعها على الصينيه لكن هنا راح اضيف لها شويه من الزيت الزيت العادي اي زيت متوفر عندكم زيت الطبخ يعني كميه قليله تقريبا ربع كوب اوزعها عليها واخلطها واوزعها بالصينيه بهذا الشكل طبعا اذا تحبون تزينوها آه بأي شيء انتو تحبوه أكو ناس تحب تحط لها. أنا أحب أحط لها طماطة فليفلة إذا متوفرة طبعا آه الفلفل الملون آه بس أكيد شوية راح يتغير طعمها بهاي الحالة آه يفضل أنا اللي يحب الشاورما العراقية نضيف لها بس آه حزوز الطماطه او حلقات الطماطه مثل ما سويت ما راح اكثر يعني مثل ما تشوفون كميه قليله حطيت لان مو الكل بالبيت ياكل الطماطه بس انا احبها لما تنشوي ويكون طعمها كلش طيب لما تتحمص ووجهها يتحمص وتنشوي أه طبعا راح ادخلها بعد هذا الفرن أه على درجه حراره 170 درجه اول مره اغلفها بورق الألمنيوم مثل ما تشوفون أه حتى اضمن انه ما يحترق الوجه مالتها تستوي ادخلها الفرن على درجه حراره 170 لمده 3 ارباع ساعه تقريبا ما تحتاج وقت هواي وهنا انا حضرت طبعا الخضار او السلطه اللي راح اقدمها يمها قطعها بهذا الشكل حتى يسهل حشيها وايضا حضرت صلصه الطحينه وصلصه اللبن بالاعشاب اللي قدمتها لكم في فيديو سابق آه بهذا الشكل بعد ما آه ثلاث ربع ساعة بس اشيل الورق الالمنيوم آه او بعد مرور نص ساعة اشيل ورق الالمنيوم وارجعها الفرن اتركها شوية تتحمص واطلعها من الفرن واقدمها بهاي الطريقة آه تحبون تقدموها ويا البطاطا المقرمشة ويا السمبوسك ويا شوربة ويا اي شي آه تكون آه يعني اطباق جانبية يمها. آه وتكون آه كل واحد يحب يسوي سندويشته أو ياكل بتغميس أو أي طريقة يحب ياكلها ياكلها بسهولة آه طبعا آه هنا راح أسوي وياكم سندويشات للأولاد أه طبعا انا احط ورق الومنيوم حتى اغلف السندويتشه بي خاصه اذا رح اخذها وياي لمكان معين او طلعه او سفره او اذا رحت مكان او اذا الاولاد راح ياكلوها بعدين مثلا الولد واحد من الاولاد ما موجود راح اسوي له سندويتشه واغلفها واحطها على جنب ومن يجي ياكلها تكون جاهزه صلصة الطحينة وصلصة أدهنها بصلصة اللبن وبعدين أحط لها الشاورما وأحط لها خضار وألفها بطريقة كلش بسيطة طبعا تشكلون الخضروات بالطريقة اللي تعجبكم ممكن أيضا تحطوا لها البطاطا الأصابع أو البطاطا المقرمشة ايضا تكون كلش طيبه يعني حسب المتوفر اكيد واحد بالبيت انا اليوم ما كان عندي بطاطا فما حطيت اكو قسم يسووها ويا يحطوا لها باذنجان يحطولها لها الفليفله المقلايه يحطوا لها حتى جزر يقلوه يحطوا بهاي الطريقه طبعا الفها والفها بورق الالمنيوم وبهذا الطريقه اتركها على جنب لأولادي وطبعا أيضا للي يحب ياكل سويت على صحن ثاني سندويشات هالشكل جهزتهن للي مستعجل ما يريد يسوي له هو سندويشة ياكل على الحاضر مثل ما تشوفون بهاي الطريقة سوينا اليوم شاورما بكل بساطه ما طولت ويانا يعني كلها كلها ما طولت لساعات ما بين خلط وبين نقع وبين شوي وسريعه وبهاراتها سريعه اتمنى ان تكون عجبتكم حبيتوها وان شاء الله التقيكم في فيديو قادم مع السلامه